الله يعطيكم العافية صبايا شباب، والله يقويكم. شكرا صبايا على امتحاناتكم اللذيذة، والله يعطيكم ألف عافية. اليوم بدنا نحكي عن الفكرة الأخيرة الموجودة في الفصل الثاني من الوحدة الثالثة، سرعة التفاعل، اللي هي العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل. طبعا احنا حكينا عن أول عامل اللي هو العامل المساعد، شرحناه بشكل كامل وحلينا عليه أسئلة، وهلأ راح نشوف كمان معلومة هامة جدا، إنه بهاي الصفحة اللي هي صفحة رقم 32، هاي الصفحة حفظ حفظ زي اسمك صم، يعني فيها معلومات كتير نظرية وهامة جدا جدا جدا، خصوصي التطبيقات الحياتية. التطبيقات الحياتية الوحيدة في كتاب التوجيه المطالبين أنتوا فيها هي فقط التطبيقات الحياتية تبعت سرعة التفاعل، والباقي كله انحذف. ماشي، ما تنسوا هاي المعلومة. فهاي المنطقة خذوا ليها منيح، بيجي منها أسئلة الدوائر، أوكي؟ خصوصي عمل البكتيريا والمضادات الحيوية، كيف تقتل البكتيريا، فما تنسى تدرسها بشكل منيح. وتحت عندي آلية عمل العامل المساعد، كما لازم تعرفوها، كله سبق وحكيته بس عمالي بذكر فيه كمان مرة، آلية تأثير العامل المساعد. وتحت في عندي إنه طاقة وضع و ما بتتأثر بالعامل المساعد، اللي بتتأثر فقط هي طاقات التمشيط. يعني أنا برد بس أذكرك في طاقات التمشيط، اللي أول إشي هيها خليك معي على الرسم هون، راح أرسم باللون الأخضر. أول شغلة موقع المعقد النشط بتغير، لأن هاي معقد نشط قبل استخدام العامل المساعد، هاي معقد نشط بعد استخدام العامل المساعد. كمان طاقة المعقد النشط بدون عامل المساعد، طاقة المعقد النشط بوجود عامل المساعد طبعا بتقل. دائما انخفاض في طاقة التمشيط بشكل عام هو نفس الانخفاض في طاقة تنشيط تفاعل أمامي أو طاقة تنشيط تفاعل عكسي. فهذا طاقة تنشيط التفاعل العكسي بدون عامل مساعد، وهي طاقة تنشيط التفاعل العكسي مع عامل مساعد، فلازم تنتبه دائما. إذن هاي كمان حرف الشين هون، حرف الشين هون، هون طاقة تنشيط تفاعل أمامي بدون مساعد قلت وصارت طاقة تنشيط تفاعل أمامي مع عامل مساعد. إذن فقط أربع معلومات لازم تعرفها تتأثر في العامل المساعد، كل إشي فيه حرف الشين، حرف الشين. اوكي، هلا اكثر من هيك ما فينيش احكي على العامل المساعد، يعني خلص لازم تحفظوه. تعال نشوف العوامل المؤثره على سرعه التفاعل غير العامل المساعد. طبعا احنا سبق وحكينا في عندنا التركيز، في عندنا مساحه السطح، في عندنا اللي هو طبيعه المواد المتفاعله، وفي عندي درجه الحراره. درجه الحراره كمان كثير مهمه. سؤال 32 حليناه سوا، حليت لكم اياه. سؤال 33 كمان حليناه في حصه، في حصه خاصه لحل الاسئله تبعت الفصل الثاني، والمنحنيات البيانية كلياتها حليناها سوا، وبالتالي لازم تراجعوها وتتابعوها. تعال نشوف هلأ العامل الثاني اللي هو تركيز المواد المتفاعلة وأثرها على سرعة التفاعل. تركيز المواد المتفاعلة، طبعا أول شيء لازم تعرف إيش يعني كلمة تركيز. تركيز أنت تعرف تعريفها، اللي هو يمثل النسبة بين كمية مادة معينة في حجم معين، اللي هو يعني التركيز تعريفه يساوي عدد المولات على الحجم، هذا المقصود في هاي الجملة. وتعرف انه كيات التفاعل بين مادتين بديهي انه هاي المواد تتصادم، هذا الشرط الاول في نظريه التصادم. تتذكر لما حكيت عن الشرط الثاني في نظريه التصادم انه هو اللي بيساعدني في تفسير اثر العامل اثر التركيز واثر مساحه السطح واثر طبيعه المواد، بحكي لك ان زياده تركيز احد المواد المتفاعله، ركز على المتفاعله لانها ما لهاش دخل، يؤدي لزياده عدد الدقائق المتفاعله في وحدة الحجم، هاي جملة معناتها تركيز. بالتالي ازداد عدد التصادمات بينها، ونتيجة لذلك تزداد التصادمات الفعالة. إذا زيادة عدد الدقائق يؤدي إلى تصادمات، إنها بتزداد، لما تزداد التصادمات تزداد التصادمات الفعالة، وعليه بتزداد سرعة التفاعل، هي أثر التركيز. بالنسبة إذا كانت الجملة غازية، طبعاً بتعرف إنه إذا كانت الجملة غازية معناته عندي الجملة تتأثر بالضغط، وأنت بتعرف إنه الضغط يتناسب طردياً والتركيز، فبالتالي الضغط تأثيره نفس تأثير التركيز على سرعة التفاعل. فإذا كان غازي شوف كيف بدي أناقش،
زيادة التركيز، حيث زيادة الضغط عند درجة حرارة ثابتة يؤدي إلى تناقص الحجم، وبالتالي بيزداد عدد الجزيئات في وحدة الحجم، يعني بيزداد التركيز، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل بنفس الأسباب السابقة اللي تزداد التصادمات، وبالتالي تزداد التصادمات الفعالة. واضح؟ عندي سؤال رقم 34 بوضح لي فكرة التركيز بشكل عملي. ولو جيت أخذت أنا 3 أمايب اختبار، حطيت فيهم قطعة من الـ MGC من الفلز MG متساوية في 3 أنابيب XYZ، وحطيت في كل أنبوب محلول HCl تركيزه مختلف عن الآخر. أوكي؟ تركيزه مختلف. إذن مين اللي اختلف هون؟ التركيز. القطعة من MG متماثلة في الكتلة، متماثلة في الشكل والحجم وكل شيء. فبحكي لي وصل طبعاً بالون 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 على الأنابيب الثلاثة، وبتعرف إنه بتفاعل الفلز مع حمض فبتكون ملح وبنطلق غاز الهيدروجين. شو بنطلق؟ غاز الهيدروجين. فانطلاق غاز الهيدروجين هو دليل حدوث التفاعل. هلا كمية غاز الهيدروجين المنطلقة تتأثر بعدة عوامل، يعني بمعنى سرعة تكون غاز الهيدروجين. فطلع شو بحكي لك هون؟ ما دليل حدوث التفاعل؟ طبعا انطلاق غاز الهيدروجين هو دليل حدوث التفاعل. هذا ممكن يجيك سؤال بالوزارة نستبعد يعني. أي من الأنابيب الثلاث يكون تركيز محلول حمض HCl أكبر ما يمكن؟ طلع لي على البالونات الثلاثة، راح تشوف إنه البالون الموصول في الأنبوب واي حجمه هو الأكبر، حجم البالون أكبر، يعني كمية غاز أكثر، وبالتالي التفاعل بده يكون في واي أسرع، يعني تركيز حمض HCl في الأنبوب واي أكثر. لكن نفسر إجابتك في البند الثاني. طلع مش بس هذا السؤال، أي سؤال بيجيك وضح أثر زيادة التركيز لأي تجربة، لأي تجربة تتبع الخطوات الآتية في الإجابة. يعني بتقول لي ازدياد تركيز المادة، احنا هون في مثالنا HCl، فيك تحط المادة اللي سألك إياها في الوزارة. ازدياد تركيز المادة يؤدي لازدياد عدد الدقائق في وحدة الحجم، يؤدي لازدياد عدد التصادمات الكلية المحتملة، وبالتالي لما يزداد عدد التصادمات تزداد عدد التصادمات الفعالة. إذن في عندك جملتين هون لازم تنتبه لهم. إذن أول شيء تزداد عدد التصادمات الكلية، ونتيجة لهي الزيادة يزداد عدد التصادمات الفعال. ما كتبتش كلمة فعال بتخسر علامة الإجابة كاملة، ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة التفاعل. فكون دقيق هذول السطرين. أي سؤال بيجيني في الوزارة فسر أثر زيادة التركيز، بكتب له هذول السطرين وبالتالي بأخذ العلامة كاملة. هذا توضيح على أثر التركيز. تعال نكمل نشوف العوامل الثانية. العامل الثاني وهو عامل هام جدا مؤثر على سرعة التفاعل بشكل كبير، اللي هو طبيعة المادة المتفاعلة، طبيعة المواد المتفاعلة. وهي طبيعة المواد المتفاعلة بدي أقسمها لشقين. الشق الأول يتعلق في التركيب الإلكتروني للعنصر، خصوصي غلافه الأخير. والشق الثاني اللي هو الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة. إذن أول إشي المواد، طبيعة المواد المتفاعلة قسمتها لمحورين. المحور الأول هو التركيب الإلكتروني للعنصر وخصوصي الغلاف الأخير تبعه، لأنه بتعرف العنصر من يحدد سلوكه الكيميائي هو التركيب الإلكتروني للغلاف الأخير. إذا بتتذكروا لما بيكون عدد الإلكترونات بالغلاف الأخير إلكترون أو 2 أو 3 فهذا يعتبر فلز، وبالتالي يميل للخسارة. وكل ما قل عدد الإلكترونات الغلاف الأخير في الفلز، كل ما كان الفلز أنشط. أما إذا كان عنده في الغلاف الأخير 5 أو 6 أو 7 إلكترونات، فبالتالي هذا هو يصنف من اللافلزات ويميل إلى الكسب. وكل ما زاد عدد الإلكترونات بالغلاف الأخير في اللافلز زاد الميل للكسب. وبالتالي كمان في عامل آخر اللي هو حجم الذرة إذا بتتذكروا، بس أنا خليك مركز لي على عدد الإلكترونات. فأنا راح أحكي عن الفلزات. فأنت عندك مثلاً فلز الصوديوم عدد الذرة 11، إذا بتتذكر توزيع الإلكتروني راح أوزع لك يا طريقة المستويات الرئيسية. المدار الأول 2 إلكترون، الثاني 8 إلكترون، المدار الأخير اللي هو الثالث في 1 إلكترون فقط. بينما المغنيسيوم توزيع الإلكتروني المدار الأول 2، الثاني 8، والثالث في 2 إلكترون. في الغلاف الأخير هون في المغنيسيوم في 2 إلكترون، فلازم يخسرهم عشان يستقر ويتفاعل. وعندي في الصوديوم 1 إلكترون فلازم يخسر ويستقر عشان يتفاعل. فبالتالي راح نشوف بالتفاعلات إنه لو جيت أخذت أنا نفس عدد المولات من الصوديوم وكذلك من المغنيسيوم وفاعلتهم مع مثلا محلول حمض HCl نفس التركيز، راح نشوف ان الصوديوم بيتفاعل بشكل اسرع. بلاش يا سيدي الحمض، لو فعلت
الصوديوم مع الماء والمغنيسيوم مع الماء، راح تشوف أن الصوديوم أنشط في التفاعل مع الماء، وبالتالي هذا يفسر من خلال التركيب الإلكتروني الغلاف الأخير، أن الصوديوم يميل لخسر إلكترون واحد، بينما المغنيسيوم بدها تخسر إلكترون عشان تستقر. كل ما قل عدد الإلكترونات المفقودة كل ما كان الفلز أكثر نشاطا. واضحة الجملة؟ كتير سهل. طب ليش حكيت لك الألمنيوم؟ الألمنيوم عدد ذرة 13 راح يكون أنشط من المغنيسيوم ولا أقل نشاط من المغنيسيوم؟ طلع الغلاف الأخير تبعه 3 إلكترونات، معناته المغنيسيوم أنشط من الألمنيوم. واضحة فكرة الفلزات الطبيعية أو التركيب الإلكتروني؟ تعال نشوف العامل الثاني اللي هو تحت بند طبيعة المواد المتفاعلة، الحالة الفيزيائية للمواد. الحالة الفيزيائية إذا كانت صلبة أو غازية أو كانت مثلا مسحوق أو كانت محلول. في عندي مثال في الكتاب حاطينه مهم إنك تعرفه. إذا تفاعل عندي محلول من نترات الفضة، هاي المعادلة AgNO3 مع محلول من يوديد البوتاسيوم، أنا بفضل تحفظوا هاي المعادلة، راح يتفاعلوا، راح يعطيني يوديد الفضة هذا راس بلونه أصفر زائد نترات البوتاسيوم. إذا أخذت هذا التفاعل في عندي تجربتين. التجربة الأولى إذا وجدت أخذت أنا مسحوق، يعني مادة صلبة بس على صورة مسحوق بودرة يعني، وعملت تجربة تانية أخذت محلول، راح نشوف ظهور اللون الأصفر في حالة المحلول راح يكون أسرع بكثير من حالة المسحوق، وبديهي جدا تعرف شو السبب. في حالة المحلول بتكون الأيونات حرة الحركة غير مقيدة في نظام بلوري، بينما في حالة المسحوق يعني حالة صلبة بتكون الأيونات مقيدة في النظام البلوري. فبالتالي عشان يتفاعل نترات الفضة مع يوديد البوتاسيوم، طلع شو لازم يصير، لازم تتحطم الرابطة الأيونية بين الـ AG والنترات وبين البوتاسيوم واليوديد، بيجي الفضة باخد اليود والبوتاسيوم باخد النترات. فبالتالي لما بكون في عندك مسحوق بتكون المادة مقيدة، فبدي وقت أطول ل تحطيم الروابط الأيونية، وبالتالي هذا يستغرق زمن. بينما يكون محلول بتكون الأيونات حرة الحركة في الوعاء فمباشرة تتصادم. لو سألني سؤال عل فسر، ولتفسير ذلك طلع شو مكتوبان، لأن الأيونات في حالة المسحوق تكون مقيدة الحركة، بينما في حالة المحلول تكون حرة الحركة، وبالتالي ازداد فرص التصادمات الكلية. طلع نفس الجملة اللي حكيناها بالتركيز، المحتملة يزداد عدد صدمات الفعالة، انتبه على كلمة فعالة بدونها بتصير علامة، فبالتالي تزداد سرعة التفاعل. إذن لاحظ تفسير أثر الحالة الفيزيائية، بزداد عدد الصدمات الكلية، بزداد عدد الصدمات الفعالة، تزداد سرعة التفاعل. نفس الجمل استخدمتها في التركيز، واضح؟ إذا بدي أعبر بيانيا عن هذا الكلام اللي هون، شوف كيف ممكن أنا أعطيك سؤال. بحكي لك الرسم البياني الآتي يوضح العلاقة بين تفاعل نترات الفضة ويوديد البوتاسيوم وسرعة ظهور اللون الأصفر. راح أحدد هاي النقطة على منحنى الصادات، هاي النقطة نقطة ظهور اللون، وهذا محور السينات اللي هو الزمن، يعني بدي أعبر بيانيا. فهلأ تبع معي، انت بتجيك الرسم الجاهزي اذا جاب لك اياه، احتمال قليل بس يعني تغيير للأسئلة العادية. فلو جيت مثلت انا سرعة تكون او سرعة تفاعل في حالة المسحوق وفي حالة فعندي مثلا هذا المنحنى ألف، هذا المنحنى باء، وجيت سألتك سؤال أنا، أي المنحنيين ألف ولا باء؟ بالعودة لهي التجربة اللي هي تجربة تفاعل نترات الفضة مع يوديد البوتاسيوم، أي المنحنيين ألف ولا باء بيمثل حالة المحلول وأيهما يمثل حالة المسحوق؟ هلأ أنت مين اللي بحدد لك التفاعل أنه أسرع ولا مش أسرع؟ مش الحالة الفيزيائية للمادة، فإذا كانت محلول بتكون أسرع،
بتكون اسرع مش الزمن بيكون اقل، اذا في تناسب عكسي بين السرعه وبين الزمن. فانت هذا الزمن ظهور اللون الاصفر في تفاعل با، هاي زمنه هذا نون با، وعندي هاي ظهور اللون الاصفر وهي زمنه نون الف. بتشوف انه زمن انتهاء او زمن ظهور اللون الاصفر في التجربه الف او في الحاله الف اقل من الحاله باء، فهذا يدل انه هذا التفاعل اسرع. ما دام اسرع اذا هو يمثل مين؟ المحلول. شو بيمثل؟ المحلول. فمعناته المنحنى الف يمثل تجربة ظهور اللون الأصفر عند تفاعل محلولي من نترات الفضة ويدود البوتاسيوم، هذا إذا جاب سؤال زي هيك. هاي بالنسبة للعامل المؤثر على صورة التفاعل هو طبيعة المواد المتفاعلة. حكينا طبيعة المواد المتفاعلة، برد بأكد حالتين بدك تنتبه لهم، قسمتهم للحوارين، تركيب الإلكترون الغلاف الأخير للعنصر خصوص الفلزات، وعندي الحالة الفيزيائية للمادة إذا كانت حالة محلول ولا صلب أو 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 أو. حلو؟ تعال نشوف رابعا العامل المؤثر الرابع اللي هو مساحة سطح التفاعل. وهاي البند بناقشه لما بتكون المادة في الحالة الصلبة، في الحالة مين؟ الصلبة. حلو؟ هلأ ممكن الحالة الصلبة يكون لها عدة حالات. ممكن تأخذ مثلا أنت قطعة كبيرة الحجم، ممكن تأخذ قطعة صغيرة الحجم، وهي صلبة وهي صلبة، في حالة مسحوق، في حالة قطع كبيرة، قطع متوسطة، قطع صغيرة. فهمنا؟ فبحكي لي عندي تفاعل الطباشير. طباشير طبعا شو هي؟ الكربونات الكالسيوم CaCO3 مع حمض الخل، أو طبعا حمض الخل بتعرفوا اللي هو CH3COOH صاحب الطعم اللاذع بتذكروا. لما بتفاعل المادتين مع بعض بطلع بعطيني غاز ثاني أكسيد الكربون. إذن انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون دليل حدوث التفاعل. بحكي لك عند اجراء تجربتين في نفس درجه الحراره ونفس الكميات ونفس التركيز، اذا نطلع ثبت درجه الحراره، ثبت الكميه، ثبت التركيز، وعمل تجربتين. تجربه اخذ فيها قطع كبيره، قطع كبيره من كربونات الكالسيوم اللي على ايدك اليمين، والتجربه على الشمال قطع صغيره. لاحظ لما بتكون القطعه كبيره مساحه تلاقي المادة الصلبة مع المحلول بتكون محدودة، بينما لما بتكون عندك قطع صغيرة فتطلع هاي القطعة مثلا من جميع الجهات بتم تلامسها مع المحلول، أو هاي القطعة مثلا أو هاي القطعة. فبالتالي كل ما زادت مساحة التلاقي بين المواد المتفاعلة، يعني ما زادت مساحة السطح، كل ما زاد عدد التصادمات الكلية المحتملة، كل ما زاد عدد التصادمات الفعالة، كل ما زادت سرعة التفاعل. هلأ لما بيجيني سؤال، أي سؤال بتعلق في مناقشة مقارنة أثر مساحة السطح مباشرة، حكي لي فسر أثر زيادة مساحة السطح، أو ليش التفاعل مثلا في الحالة ألف في الحالة باء، ليش التفاعل بالحالة باء أسرع من الحالة ألف؟ تعرف أنه هاي حالة صلبة وفي عندي اختلاف في حجم القطع أو نبعنا آخر نقاط التماس بين المواد المتفاعلة. مباشرة التفسير بيكون كالتالي: لتفسير ذلك إن مساحة السطح المعرض للتفاعل أكبر في حالة المسحوق أو القطعة الصغيرة، مما يزيد من عدد الصدمات الكلية، وبالتالي يزيد عدد الصدمات الفعالة. شايفين نفس الجمل اللي استخدمتها في العامل المؤثر تبع التركيز، ونفسها اللي استخدمتها في طبيعة المواد المتفاعلة. إذن ازداد عدد التصادمات الكلية المحتملة، ازداد عدد التصادمات الفعالة، وبالتالي ازداد سرعة التفاعل، أي سرعة انطلاق الغاز أو الظاهرة اللي هي تدلني على وجود أو حدوث تفاعل. هذا بالنسبة للعامل الرابع. واضح؟ تعال نشوف العامل الأهم واللي هو درجة الحرارة. كتير مهم درجة الحرارة وممتع جدا، وشرحت مقدمة عليه في حصة التأسيس تبعت بداية الفصل الثاني، لازم ترجعوا تحضروها، كتير مهمة كل فترة تعيدوها. أنا ما بطلب منك أنك بس لازم تفهموا المفاهيم العلمية الموجودة فيها، لأنها كتير بتساعد فهم مادة التوجيه. أوكي؟ طيب شباب، تعال نشوف العامل
الأخير اللي هو درجة الحرارة. حكيت هذا عامل مهم كتير وبيجي عليه أسئلة كتير في الوزارة. وبذكرك أنه لازم تراجع الحصة اللي حكينا عنها مقدمة أو تمهيدية للدخول بالفصل الثاني. هلأ درجة الحرارة طبعاً حكينا عنها هي مؤشر لكمية الطاقة المختزنة في الجسم. بشكل عام تزداد سرعة جميع التفاعلات بازدياد درجة الحرارة وتقل السرعة بخفضها، يعني علاقة طردية مع درجة الحرارة. إذن السرعة مع درجة الحرارة شو العلاقة؟ طردية. زادت الحرارة بتزيد، قلت الحرارة بتقل السرعة. وكمان ما تنسى ثابت السرعة، فكمان علاقته طردية مع درجة الحرارة، زادت بتزيد، قلت بتقل. هلأ الكل بيعرف يعني عملية طهي الطعام ليست إلا عملية بتم فيها زيادة درجة الحرارة لتكسير الروابط الموجودة في المادة الغذائية عشان يسهل عملية امتصاصها داخل جسم الكائن الحي. كمان من طرق حفظ الأغذية، يعني لما نزيد عنا شوية أكل بالثلاجة، إحنا وينما نزيد عنا شوية أكل نحطها بالثلاجة يوم يومين ثلاثة، شو السبب؟ السبب إنه خفض درجة الحرارة يقلل من سرعة التفاعلات اللي بتحدث في الطعام الموجود في الحافظة، بالتالي هاي التفاعلات بتؤدي لتحللها. فلما ببطئ سرعة هاي التفاعلات بتبطئ عملية تحلل الطعام وبالتالي فساده، فبخليه يعيش فترة زمنية أطول. كمان طرق حفظ الأدوية، أي واحد فيكم يمسك علبة دواء مكتوب عليها تحفظ في مكان جاف وبارد تحت درجة حرارة 25 ومواصفات الدواء، فأنت لما بتحفظها بهاي الظروف بتقلل من سرعة حدوث التفاعلات، وهي التفاعلات الموجودة في حبة الدواء ممكن تؤدي لتغيير التركيب الكيميائي للدواء وبالتالي نخسر فعالية الدواء. فهاي معلومات عامة لازم تحفظها وتعرفها بالنسبة لدرجة الحرارة. هلا تعال نحكي معلومات علمية بتهمنا، معلومات كيميائية. من أهم التفاعلات اللي ببرز فيها أثر درجة الحرارة تفاعل محلول بيرمنغنات البوتاسيوم. بيرمنغنات البوتاسيوم صيغته احفظها KMnO4، وهو عامل مؤكسد قوي كتير، هاد تذكروه هو الدايكرومات. هاي دايكرومات البوتاسيوم لونها بنفسجي، لما تتفاعل دايكرومات البوتاسيوم مع محلول حمض الأوكساليك C2H2O4 بتفاعلوا مع بعضهم وبالتالي بزول لون البيرمنغنات البنفسجي تدريجيا. لاحظنا أو لاحظوا بالتجريب بزيادة درجة الحرارة تزداد سرعة اختفاء اللون البنفسجي لمادة البيرمنغنات. طب كيف بدنا نفسر هذا الحكي تفسير علمي؟ تتذكروا لما حكيت عن منحنى ماكسويل بولزمان، منحنى ماكسويل بولزمان في الحصة التمهيدية، راح ارجع بس شوي ارسم لكم اياه اذكركم فيه. هذا منحنى ماكسويل بولزمان اللي بوصف العلاقة بين عدد الجزيئات، محور الصادات بكون عدد الجزيئات، محور السينات بكون طاقة الطاقة الحركية. شو بكون الطاقة الحركية؟ وحكيت لك أي غاز أي سائل عند درجة حرارة معينة مثلا 25 سلسيوس بكون العلاقة بين عدد جزيئاته وبين الطاقة الحركية تمتلكها هاي الجزيئات، ويمثل في المنحنى اللي عم برسم لك إياه اللي هو بنسميه منحنى ماكسويل بولزمان. هلا وكل مادة في إلها مثلا أو تفاعل في إله طاقة تنشيط اللي هي الحد الأدنى من الطاقة الحركية لازم دخول التفاعل، فمثلا بدي أمثل لك إياه بالنقطة هاي، هاي اسمها طاقة التنشيط للتفاعل، وهذا المنحنى عند درجة حرارة 25 سلسيوس. أوكي، هلا تعال نشوف والآن كيف تفسر نظرية التصادم أثر درجة الحرارة سرعة التفاعل. إذا النظرية بدي أستخدم النظرية في تفسير أثر درجة الحرارة، تبع معي. هذا نفس الكلام أنا شرحته بالحصة التمهيدية، بحكي من المعلوم أن الطاقة الحركية لدقائق مادة ما غازية أو سائلة، على فكرة بتنطبق عليها ما عدا الصلبة، ما بتنطبق لأنه الصلبة تعرف ما بتتحرك، عند درجة حرارة ثابتة تكون في حالة حركة مستمرة، والطاقة الحركية لهذه الجزيئات بتكون غير متساوية. لو حكالي في امتحان الوزارة علل دقائق السائل أو الغاز عند درجة حرارة ثابتة
طاقة حركية غير متساوية، بتحكي لي بسبب التصادمات التي تحدث بينها اللي سميتها تصادمات مرنة، وإنما تتوزع الطاقة الحركية مع ما ينسجم منحنى ماكسويل بولتزمان اللي هو هذا المنحنى اللي رسمت لك إياه قبل شوي، وأن متوسط الطاقة الحركية طبعاً كل بعرف شيء متوسط يزداد بازدياد درجة الحرارة. يعني لو كان عندك وعاء في كمية من السائل أو الغاز، هاي الجزيئات الموجودة هون مثلاً درجة حرارة 25، خلينا نفترض أنه هذا الجزيء معه مثلاً 40، هذا الجزيء معه 60، هذا الجزيء معه 30، هذا الجزيء مثلاً معه 10. لما أجي بعمل عملية تسخين أنا للوعاء، فأنا بدي أرفع درجة الحرارة مثلاً، بدي أسخن الوعاء وأرفع درجة حرارته من 25 ل30 سيليزيوس. عشان أرفع حرارته من 25 ل30 سيليزيوس لازم أعطي الجزيئات هاي طاقة حركية بزيادة. فهلا هذا كان معه 40، لما أنا بدي أسخن ووصل درجة حرارة 30 لازم مثلا أعطيه 20 كيلو جول، فهذا أبو 40 صار 60، أبو 60 صار 80، أبو 30 صار 50، أبو 10 صار 30. فهلا متوسط الطاقة الحركية قبل عند درجة حرارة 25 أقل من متوسط الطاقة الحركية عند درجة حرارة 30، فبالتالي كل ما زاد درجة الحرارة زاد المتوسط، لأنك أنت عم تعطي طاقة وبتزيد الطاقة الحركية لجزيئات المادة. واضح؟ طيب عيد، كيف تفسر نظرية التصادم أثر درجة الحرارة؟ بكل بساطة باجي بحكي له إنه الطاقة الحركية لدقائق المادة عند درجة حرارة معينة غير متساوي، والسبب سبب حدوث التصادمات بين جزيئات هذه المادة، والطاقة الحركية بتكون مع الجزيئات متناسبة مع منحنى ماكسويل بولتزمان. واضح؟ وهلأ أشوف كيف أثر زيادة درجة الحرارة اللي عملته أنا هون في الوعاء، كيف بدي أرسم لك إياه بيانيا. رح أرسم الخط الخمري اللي هو بيمثل منحنى ماكسويل بولتزمان للدقائق، نفس السائل هاد شايفينه عند درجة حرارة 30، يعني بعد ما سخنت عند درجة حرارة 30 اللي رح يصير تماما إنه المنحنى بده يصير بهذا الشكل. لاحظ أول تغير، القمة نزلت. ثاني تغير، الذنب أنا بسميه الذنب ارتفع، شايفه؟ طب ليش؟ بسألك سؤال. إحنا كنا مثلا في المثال الماضي حكينا أي مادة بدها تتفاعل هون لازم يكون معها 60 كيلو جول عشان تتفاعل وتحقق شروط التصادم الفعال. وهو فأنت الجزيئات عند درجة حرارة 25 جزيء 40 ما كان يقدر يتفاعل، بس لما سخنت صارت طاقته الحركية 60، إذا حقق الشروط وبالتالي سوف يغادر الوعاء ويتحول إلى مواد ناتجة، أو مثلا يطلع من الوعاء يتحول لحالة أخرى. هلأ بالتالي لما أنا بزيد درجة الحرارة شو اللي عم بصير؟ عم يزداد عدد الجزيئات التي سوف تتفاعل، يعني بيزداد عدد التصادمات الفعالة. كان بالأول عند درجة حرارة 25 بس الجزيء هاد اللي معه 60 كان هو اللي يقدر يتفاعل، بس لما سخنه صار درجة حرارة 30 صار الجزيء أبو 60 80، وصار الجزيء أبو 40 صار 60، فصار عندي جزيئين بيقدروا يتفاعلوا، يعني زاد عدد الجزيئات التي تحقق شروط التصادم الفعال، بالتالي زاد سرعة التفاعل. إذا بدي أمثل لك إياها بيانيا، طلع على الرسمة، هي طاقة التنشيط. طبعا الكل بيعرف طاقة التنشيط لا تتأثر بدرجة الحرارة، طاقة التنشيط تتأثر فقط بالعامل المساعد وبخفضها، فدرجة الحرارة لا تؤثر على طاقة التنشيط. فهي طاقة التنشيط زي ما هي، ارفع خط منها هاي، رح ارفع خط من طاقة التنشيط موازي لمحور الصادات بقطع المنحنيين في نقطتين. هلأ شوف لي النقطة الأولى هاي وين مسقطها، أو بدي أسقطها على محور الصادات، رح تعطيني النقطة مثلا عين عند درجة حرارة 25، وراح أشوف النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية اسقطها محور الصادات راح تعطيني عين عدد الجزيئات عند درجة حرارة 30. فهلا انتبه لي هون، لاحظ لما زادت درجة الحرارة شو اللي صار بكل بساطة إنه زاد عدد الجزيئات التي
تمتلك طاقة التنشيط، بالتالي سوف يزداد عدد التصادمات الفعالة. هاي الجملة لازم تكتبها خاوة، وبعدين تحكي لي تزداد سرعة التفاعل. فهذا المنحنى لما بيجيب لك إياه في امتحان الوزارة بيجي يسألك مثلا ماذا تمثل النقطة عين، تحكي لي تمثل نقطة عين عدد هاي، شايفها عين ألف بدي أسميها، وهذا أسميها عين باء. النقطة ألف ماذا تمثل؟ نقطة ألف تمثل عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط عند درجة حرارة 25. النقطة عين باء محور الصادات تمثل عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط عند درجة حرارة 30. عند درجة حرارة كم؟ 30 سلسيوس. مثلا لو كان حكي لي بدل هاي بدل اي اي كابيتال حتطلقيها مثلا الرمز جيم. شو بمثل الرمز جيم على المنحنى اللي هو على محور السينات؟ بيحكي لي بيمثل الحد الأدنى من الطاقة الحركية اللازم لدخول التفاعل اللي بنسميها طاقة التنشيط. واضح؟ ممكن يسألك عن متوسط الطاقة الحركية. متوسط الطاقة الحركية بده يكون مثلا راح ارسم لون اخضر متوسط الطاقة الحركية. شايف القمة؟ هاي متوسط الطاقة الحركية، وهي كمان متوسط الطاقة الحركية. هاي راح اعطيها رمز ميم، ميم ألف ميم باء. فميم ألف هو متوسط الطاقة الحركية للدقائق السائل عند درجة حرارة 25. أما النقطة ميم باء تمثل متوسط الطاقة الحركية للدقائق السائل عند درجة حرارة 30. لاحظ أنه متوسط الطاقة الحركية بازدياد درجة حرارة يزداد، لأنه هذا المحور والسينات هيك تزداد. معناته ميم متوسط الطاقة الحركية عند درجة حرارة 30 أكبر من متوسط الطاقة الحركية عند درجة حرارة 25. وهي الرسم اللي هون، شايف الرسم اللي هون بتوضح لك أنه كيف تزاد الطاقة الحركية للجزيئات، وبالتالي متوسطهم طبعا إجباري بده يزيد. فهمنا؟ إذن هاي المنحنى جدا هام، عدة مرات أجاب بأسئلة الوزارة، في عنا أسئلة عليه، وهي المعالم الرئيسية على هذا السؤال. بدي أنتقل هلأ لتحت عشان أفرجيك كيف بيجي السؤال بشكل بسيط عشان تتعود عليه. دقيقة بس خليكم معنا. طلع لي على الرسمة. هاي الرسمة نفس الرسمة اللي رسمت لك إياها إيدك الشمال هون، وعندي هاي الرموز. انتبه لها هون، يمكن بالطباعة عندك مش تكون واضحة. في عندك منحنيين، في عندي دال واحد دال اثنين. هلأ بس في نقطة بس بدي أنبه عليها زيادة. لما بيجي بيسألني عن المنطقة، هاي شايف هاي المنطقة اللي لونها أصفر، يمكن أصفر طالع عندكم اللون. هاي منطقة مش نقطة، ها منطقة. سألني عن المنطقة، مثلا بدي أسميها المنطقة واو، هاي المنطقة حا. المنطقة منطقة مش نقطة، هاي اسمها نقطة، هاي اسمها نقطة على محور الصادات. طب هاي المنطقة شو بتمثل؟ هاي المنطقة شو بتمثل؟ هاي المنطقة واو، مش في عندكم بالوعاء بكون في جزيئات معها طاقة حركية أكثر من طاقة التنشيط، وبتكون قادرة على أنها تشكل تصادم فعال. فهاي المنطقة تمثل هاي الجزيئات اللي معها طاقة تنشيط فأكثر عند درجة حرارة، لأن هاي تمثل عدد، انتبه لها، عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط فأكثر، هاي عليها علامة، عند 25 سلسيوس. بينما المنطقة حا، طلع شو بكتب، تمثل عدد الجزيئات، الله أكبر العزة الله، التي تمتلك طاقة التنشيط عين فأكثر عند درجة حرارة 30. إذا كلمة فأكثر جدا هامة، وعند درجة حرارة كمان لازم تذكرها. وهون المنطقة واو عدد جزيئات اللي تمتلك طاقة التنشيط فأكثر مهمة، وعند 25 مهمة، مش تنساهم. إذا ما كتبتش هاي أو هاي بتخسر علامة السؤال كاملة. وباقي النقاط اللي هي كتبها هون سين وصاد وميم واحد وميم اثنين ووو كلهم انت عارفهم. هاي عندك هون دال اثنين وهي دال واحد. دائما المنحنى اللي قيمته منخفضة قيمته أوطى بتكون درجة حرارته أعلى. دائما المنحنى لدرجة حرارته أعلى بتكون قيمته أوطى. ليش؟ لأنه بكل بساطة عدد الجزيئات بعد زيادة درجة الحرارة
اللي بتقدر تتفاعل تفاعلت وطلعت، فبالتالي قل عدد الجزيئات في الوعاء، فبدل هذا طلع مش هاي، اذا سقطت على هون تبين عدد، فبقل انه فبدل انه قل عدد الجزيئات في الوعاء لانها غادرت الوعاء وتحولت لمواد ناتجه مثلا او تبخرت او 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 او. عرفت ليش القمه بتقل؟ فدائما القمه الاوطى بتكون لدرجه الحراره الاعلى. كمان شايف لهي النقطه، هاي اعلى من هاي النقطه، فهي بتمثل عدد الجزيئات عند درجه حراره الاعلى، عند درجه حراره ايش الاعلى ايها العالم ايتها العالمه. وهيك يابا بكون انتم خلصتوا اثر درجه الحراره، وهام جدا جدا جدا، وراح نحل اسئله عليه فيما بعد، او موجود باسئله الكتاب. اسئله الكتاب كثير مهمه خصوص السنه، اسئله الفصل واسئله الوحده هي عنوان امتحان الوزاره الرئيسي، لازم تحلهم كلياتهم، بعديها تروح تحل الاسئله الاضافيه انا حاطط لك اياها بالدوسيه. واضح ايها العالم ايتها العالمه. هلا اشوف هون لما باجي، طبعا هذا الكلام لازم تقراه اللي هو بشرح الرسم اللي فوق عندي هون، بدي انبهك على بس هاي النقطه، المساحه اللي حكيت عنها واو وحا، عدد الجزيئات فاكثر لازم تكتبها، وعند درجه حراره معينه لازم تكتبها. هلا لو بدي اسالني اي سؤال، وضح اثر زياده درجه الحراره على سرعه التفاعل، لاي تفاعل عام تيجي تحكي لي هاي الكلمات. واحد، زياده درجه الحراره يؤدي الى زياده متوسط الطاقه الحركيه، يؤدي الى زياده عدد جزيئات التنتري بتاعه التنشيط. هاي الجمله جديده عليكم، شايفينها هاي الجمله بستخدمها لما بحكي عن العامل المساعد، ولما بحكي عن درجه الحراره. هاي الجمله شايفها، يزداد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط جدا 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 مهمة، فيؤدي ذلك إلى زيادة الصدمات الفعالة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل. إذن نفس الكلام كنا نحكيه زمان، بس هون بدك تركز لي على البند الثالث اللي هو يزداد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط. شفت كيف على المنحنى؟ أفرجيك إياها دقيقة، شوف لي الرسمة هاي، هاي هاي سين هي بتمثل عدد الجزيئات، شايفها عند درجة حرارة مثلا 25، وهاي بتمثل عدد الجزيئات عند درجة حرارة مثلا 30 سيليزيوس. فبالتالي هاي النقطة هامة جدا لازم تحكي ليها، انه يزداد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط، شايفها، وبالتالي تزداد عدد الصدمات الفعالة، ولما تزداد عدد الصدمات الفعالة تزداد سرعة التفاعل. واضح أيها العالم؟ تعال نشوف سؤال 35 بعطيني فكرة كيف ممكن يسألني في الوزارة. بحكي لي الشكل الآتي يوضح توزع الطاقة الحركية على دقائق مادة متفاعلة عند درجة حرارة مثلاً معينة، مرة بوجود عامل مساعد ومرة بدون عامل مساعد، لأن نفس الظروف. هذا السؤال بذكر حليته، بس بدرد أعد لك إياه عشان تميز. شوف لي المنحنى، شوف لي الرسمة هاي، كم منحنى في عندك؟ مدام في عندك منحنى واحد، إذن في عندي درجة حرارة واحدة، فالأفترض أنه هي مثلاً درجة حرارة 25 سيليزيوس. لما بكون عندك على الرسمة منحنيين، معناته درجتي حرارة مختلفتين، بس لما بكون عندك منحنى واحد معناته درجة حرارة واحدة. طلع شو بحكي لك السؤال، مرة بوجود عامل مساعد ومرة بدون عامل مساعد، لحالك بتعرف بدون عامل مساعد بتكون طاقة التنشيط أكبر من طاقة التنشيط الموجود في عامل مساعد، فشيء طبيعي. طلع لي على المنحنى وشوف لي محور السينات اللي هو بيمثل الطاقة الحركية، وحكينا احنا النقط اللي بعد القمة على اليمين بتكون هي طاقات حركية، فهي طاقة تنشيط وهي طاقة تنشيط. طيب هي طاقة التنشيط بي مش أكبر من طاقة التنشيط A، معناته هي طاقة التنشيط بدون عامل مساعد، وهاي الA تمثل طاقة التنشيط بوجود عامل مساعد. هذا سؤال حليته، بس أنا بدي نبهك هون، لما يكون في المنحنى في الرسمة منحنى بياني واحد معناته عندي درجة حرارة واحدة، بدي أنتبه على طاقة التنشيط، بكون السؤال بيعتمد على عامل مساعد بدون عامل مساعد، ولما بكون عندي منحنيين معناته عندي درجتي حرارة ممكن يكون نفس التفاعل أو تفاعلين مختلفين عند درجة حرارة مختلفة. واضح؟ هذا السؤال حليته، بس بهمني أنبهك تميز بين لما بكون منحنيين أو منحنى واحد على الرسم. وهيك شباب بنكون أنهينا كل العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل، عد لك إياهم. أول عامل شرحته اللي هو العامل المساعد،
بعد وشرحت وحكيت لك الصفحة 32 كتير مهمة. بعدين في عندي عامل التركيز وكيف استخدمت نظرية التصادم بتفسيره، وعندي كمان عامل تاني اللي هو طبيعة المواد المتفاعلة. طبيعة المواد المتفاعلة قسمناها لنوعين، تركيب إلكتروني للعنصر وكمان اللي هي الحالة الفيزيائية. وعندي العامل الثالث اللي هو مساحة سطح التفاعل، مظبوط. وعندي كمان عامل درجة الحرارة، وعندي التركيز. إذن خمسة. أول شيء العامل المساعد، التركيز، واضح. بعدين عندي طبيعة المواد المتفاعلة قسمناها نوعين، بعدين عندي مساحة السطح، بعدين عندي درجة الحرارة. بالعامل المساعد ودرجة الحرارة شايفهم دول اثنين. العامل المساعد أول شيء شرحته، ودرجة الحرارة آخر شرحتها. لازم تركز لي على جملة هامة جدا عند استخدام نظرية التصادم في التفسير، اللي هي شو الجملة؟ اللي هي يزداد عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط. هاي لازم تكتب لي إياها لما بسألك عن أثر العامل المساعد، لما بسألك عن أثر درجة الحرارة. أول شيء شرحته وآخر شيء شرحته. والله يعطيكم العافية وكتر الله خيركم، هيك بنكون أنهينا كل الأفكار الموجودة في وحدة سرعة التفاعل. بضل بدي أعملكم كمان حصة بعدها اللي هي حل أسئلة بشكل عام ونشوف كيف نناقشها. بس متى؟ هلا رح أعملكم حصة لايف، بس درسوا هاي الفصل الثاني وتخلصوا، نعمل حصة لايف وبعديها بعملكم بقى كمان حصة مسجلة هي حل أسئلة الزيادة. ممكن أجيب أسئلة وزارة، أو رح أبعث لكم لينك لحصص أنا عملها على اليوتيوب زمان لحل أسئلة الوزارة، شوفوها مش غلط. الله يعطيكم العافية شباب صبايا، والله يقويكم وأفرح فيكم وأشوفكم من المتفوقين وناجحين. شيء طبيعي، أنتوا طلاب نظم، أنتوا علماء، شيء طبيعي تكونوا متميزين، وشيء طبيعي علاماتكم تكون بالعلالي. ليش؟ لأنكم هيك أنتوا، أنتوا علماء النظم، نجوم الغد. يا أهلا وسهلا بالشباب والصبايا، الله يعطيكم ألف عافية، كتر الله خيركم.